السلام عليكم. انا يا رانا في ليصابلات، انا اكزاكتومو في التيرا اللي راح يديروا فيه لي تور تاع الجزائر مدينه. هادو هما لي تور صغار اللي داروهم ديجا، اللي بنوهم ديجا، وهذه هي لاسيت اللي راح يديروا عليها لو ريست تاع البروجي. من كيما راكم تشوفوا هاي لا غران موسكي، من هنايا ارديس فوالا غران موسكي. هم بداو في لاميناري، بداو في لابياج اكستيريور بارتي تاع البريد والفوق كيما راكم تشوفوا. في لاصال دو بريير هم بداو في الروفيتمون اكستيريور، ديجا قريب يكملوا لابارتي الفوقانية من لا كوبول. بعد مازال لابارتي التحتانية راح يديروا فيها آيات تاع قرآن. هادو سي عبايش شنو هذا، مي بالك حاجة تابعة لا غران موسكي. فوالا هذه المحمدية، هذا الباطيمو هذاك تاع المحمدية اللي هز ما نعرف شحال النسمة، وموراه كاين باطيمو وحدة كيما هو. هذا هو، هذا صافيكس قصر المعارض، وهنايا هنايا ما عباش واش راهم يديرو. هادو تاع باه يديرو بيهم لي بور. شكيت هنا واقيلا هذه لاسيات تاع الميجي، الميجي افريكان الله اعلم. وهذي الجي، الجي لابلانش كيما تشوفو مش تبان مليح، مي كلشي تصولي يشبه بزاف على غران موسكي. حاجة مليحة هيا صحيتو.